إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. كرر الرئيس الأمريكي جو بايدن مرارا تأكيده عدم إرسال قوات أمريكية إلى أوكرانيا لمواجهة ما وصفه بالغزو الروسي، وهو ما تفسره 5 أسباب. السبب الأول هو أن أوكرانيا ليست جارة للولايات المتحدة، وليس فيها قاعدة عسكرية أمريكية، ولا يوجد فيها احتياطات استراتيجية من البترول، كما أنها ليست شريكا تجاريا رئيسيا، فلا مصالح مشتركة تتعلق بالأمن القومي الأمريكي حتى تتحرك واشنطن للدفاع عنها وحمايتها. السبب الثاني يكمن في غريزة الرئيس بايدن القائمة على عدم التدخل عسكريا. رغم أنه دعم العمل العسكري لبلاده خلال تسعينيات القرن الماضي للتعامل مع الصراع في البلقان، كما صوت لصالح الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، ولكنه منذ ذاك التاريخ أصبح أكثر حرصا في استخدام القوة العسكرية الأمريكية. السبب الثالث هو أن استطلاع للرأي كشف أن 72% من الأمريكيين قالوا أن بلادهم يجب أن تلعب دورا محدودا في الصراع الروسي الأوكراني، أو لا تتدخل مطلقا، حتى أن الأصوات المتشددة في الحزب الجمهوري لا تريد من بايدن إرسال قوة أمريكية إلى أوكرانيا وبدء حرب مع بوتين. السبب الرابع هو أن روسيا قوة نووية عظمى، ولديها مخزون ضخم من الرؤوس الحربية النووية، وينطوي الدخول في مواجهة مباشرة معها على مخاطر جسيمة للعالم كله، قد تؤدي إلى إشعال حرب عالمية. السبب الخامس فهو المادة الخامسة من اتفاقية حلف شمال الأطلسي الناتو، وهي مادة تلزم جميع الأعضاء بالدفاع عن بعضهم بعضا، وتنص بوضوح على أن أي هجوم يستهدف دولة من أعضاء الناتو هو هجوم على باقي الأعضاء، ولذلك ليس هناك ما يلزم أمريكا بالتدخل للدفاع عن أوكرانيا لأنها ليست عضوا في الناتو.